يعني نبدأ من صحيفة السوداني وفيها نقرأ المؤتمر الوطني حملة منظمة لتشويه صورة الحكومة بالحديث عن الفساد. قال مقرر مجلس الشورى القومي في المؤتمر الوطني محمد طاهر هشام إن الحديث عن الفساد في الحكومة أصبح غير مسؤول، وأشار إلى وجود حملة منظمة داخلية وخارجية تقوم بتشويه صورة الحكومة. ودعا هشام لدى مخاطبته مجلس شورى الولاية الشمالية في دونغولا أمس كل من لديه بينة لتقديمها، وقال إن الناس سواسية أمام القانون، لكن للأسف جزءا من العضوية المؤتمر الوطني ركبت الموجة، وهناك حقائق نريد توضيحها، وهي أن قياداتنا ما زالت بخير وهي التي قدمت الشهداء. ودعا محمد طاهر عضوية المؤتمر الوطني للتصدي لحملة تشويه صورة الحزب بالحديث عن الفساد. يعني بداية لينا، كيف تنظرين إلى حديث هشام الذي قد يراه البعض أنه يبدو غير متسقا مع الخط العام للحكومة والسعي لمحاربة الفساد، وقد يشكك كذلك في نوايا الحكومة في هذه الحملة؟ هو المؤتمر الوطني عادة يتبع موضة معينة ويململها بعد فترة ويتركها. أحاديث الفساد حينما ظهرت للعلن وظهرت في الإعلان ظهرت من حزب المؤتمر الوطني نفسه، يعني لم تظهر من الأحزاب الأخرى، ثم بعد ذلك تبعتها أحزاب الحوار الوطني، الحزب الاتحادي، حزب المؤتمر الشعبي. رئيس كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان هو الذي قال كنا نبغض الحديث عن الفساد والآن أطلق لنا العنان وبإمكاننا أن نتحدث في الفساد في الواتساب والفيسبوك. وبعد ذلك جاء حاتم السر وقال ليس لدينا ريتس كاريلتون، وهو يقصد يعني الاعتقال الذي تم بحق القادة السعوديين. بعد ذلك تحدث المؤتمر الشعبي أنه يستطيع أن يكشف مكامن الفساد وأين يعني يقبع الفساد بالتحديد. هذه الأحاديث جاءت من المؤتمر الوطني، وهو الذي بدأ حملة التشويه لنفسه، هو الذي بدأ وقال أن هناك فساد في هذه الدولة ويجب محاربته. بالتالي حينما استجاب الإعلام لهذا الحديث وأتى بأخبار، يعني أنا أعتقد أنه 90 أو 95% منها صحيح، يعني من المضابط الرسمية، من الأجهزة العدلية، من الأجهزة الأمنية، وأورد نقاط الفساد وبدء التحقيق في القضايا، يعني هاج المؤتمر الوطني والآن يحاول التراجع عن شعار ربما رفعه من قبل حول محاربة الفساد. هو من بدأ بتشويه صورته وهو الآن يتحمل النتائج. هل لينا يمكن الربط بين هذا الأمر وهذا يعني التناقض في المواقف بين المصادر إلى عدم تمليك الرأي العام المعلومة الحقيقية والموثقة والكافية عبر المصادر الرسمية للدولة؟ بلا شك المصادر الرسمية للدولة ربما تتردد قبل أن تتم انتهاء القضية يعني بصورة واضحة بالنسبة إليها، بالتالي لا تستطيع أن تتحدث. لكن هذا دور الإعلام في كل العالم، الإعلام يحاول دائما، يعني لا ينتظر إلى أن تصل القضية إلى مراحلها النهائية أو أن تذهب إلى المحكمة حتى يقوم بإبرازها وإعلانها. طالما أن هناك اعتقالات تمت، طالما أن هناك تحقيق بدأ، طالما أن هناك اعترافات نيابية، طالما أن هناك ربما إحالة للمحكمة، هذه كلها أشياء من السهل جدا أن تظهر للإعلام، وليس في السودان، في كل دول العالم. يعني لينا قد يرى البعض أن الحرب على الفساد لها كلفة سياسية، مثل تلطيخ وجه الحكومة والحزب المؤتمر الوطني بأنه حاضن للفساد. يعني هل يمكن أن يكون ذلك سببا في تراجع حزب المؤتمر الوطني عن هذه الحملة، خصوصا أن هنالك بعض الأصوات التي بدأت تعلو لتنادي بإيقاف الحملة حفاظا على سمعة وواجهة حزب المؤتمر الوطني؟ هي السمعة ربما تشوهت بالوضع الاقتصادي المأزوم، يعني المؤتمر الوطني لاحقا حاول أن يعالج ذلك بطرح موضوع آخر وهو مكافحة الفساد. فالأزمة الحقيقية في الوضع الاقتصادي، يعني قبل عامين تقريبا أو عام كان الوضع الاقتصادي في السودان مستقر إلى حد ما، ولم يكن هناك حديث عن الفساد على الأقل من المؤتمر الوطني ومن حلفائه. الآن هذه الحملة التي جاءت كبديل، لأن المؤتمر الوطني الآن هو حقيقة في وضع صعب والبلاد في وضع صعب جدا، يعني من كل النواحي كان لابد من طرح شيء بديل أو كرد بديل، يعني لإرضاء الناس أو لتهدئة الناس. وأنا أعتقد أن حملة شعارات الفساد
ساهمت في تهدئة الشارع قليلا، لكن هذه تهدئة مؤقتة لأنها على الأقل لم تنعكس يعني على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. فبالتالي أنا أعتقد أن تشويه السمعة أو الحرص على هذا الأمر يأتي من الواقع الاقتصادي وليس من مكافحة الفساد. يعني مثل ما يرى البعض أن حملات الفساد قد تخصم وقد توصم الحزب أنه بمثابة الحاضن للفساد، قد يرى البعض أنها ربما تزيد من شعبية الحزب، خصوصا أن الحزب مقبل على انتخابات 2020. كيف تقرين ذلك؟ لا أعتقد أن هذا الأمر سيزيد من الشعبية. يعني أنت يمكن أن تكسب قليل من الهدوء أو قليل من الرضا بتحسين الوضع الاقتصادي. يعني الآن إن تمت حملة مكافحة الفساد وكل يوم يعني عرفنا قضية جديدة وضبط مبالغ رسمية كبيرة أو ضبط ذهب مهرب أو غيره أو غيره، أو حتى سمعنا بدول كثيرة تعطي ودائع وتعطي تبرعات، إن لم ينعكس ذلك على وضعنا الاقتصادي لا أعتقد أن لديه أي مردود أو أي نتيجة. يعني هذه الآن يعني فترة انتظار، يعني بيندينج، ننتظر النتائج التي أعلنتها الحكومة على هذه الحملة. إن لم تسفر أو تنعكس على وضعنا الاقتصادي يعني لن تحقق أي شعبية. قد يرى البعض لينا أن المتضررين من هذه الحملة ربما رفعوا من وتيرة محاربة هذه الحملة والوقوف سدا منيعا أمامها، حتى توقعين أن تمر هذه الحملة بعض المطبات والعراقيل التي تصعب سيرها إلى الأمام؟ نعم، أعتقد يعني بعض القيادات في المؤتمر الوطني تتحدث يعني أن لماذا هذه الحملة بدأت بهم، لماذا بدأت ببعض القيادات في المؤتمر الوطني أو بعض القيادات الإسلامية. يعني الفساد موجود حتى عند الأحزاب الأخرى، لماذا بدأت هذه الحملة بهم؟ يعني رغم أن هذا الأمر لديه مؤشرات جيدة جدا، يعني وهو يعني البدء بأنفسنا أو البدء بأنفس الحزب نفسه، ولكن أنا أعتقد يعني أنها يعني ربما لن تستمر كثيرا. يعني تلك القيادات أصواتها الآن بدأت تظهر، ورئيس مؤتمر الشورى ليس الأول الذي يقول هذا الحديث، وأنا أعتقد لن يكون الأخير، وسنسمع في الأيام القادمة عدد من القيادات يتحدثون أن حملة الفساد حاولت تشويه صورتهم.